مصائب لا تنتهي على نظام هذه الأيام، وليس بعيداً عن بشار الأسد والملياردير بعلق جبينه رامي مخلوف، أعلنت السلطات المصرية ضبطها ل 23 ألف لوح من مخدر الحشيش، أو كما يقول المصريون قرش حشيش، في أحدى موانئ تفريعات قناة السويس من جهة مدينة بورسعيد، مخبأة وفق بيان الداخلية المصرية داخل علب حليب أطفال ومرسلة من أحدى الدول العربية، ولم تضف مصر أي معلومات أخرى على البيان. برنامج أوكازيون أزاح عن كاهل السيسي هذا الإحراج، وخلال بحث قمنا به تأكد وصول الشحنة من أحد الموانئ السورية التابعة للنظام من خلال مجموعة الرسالة للصناعات الغذائية، والتي تصنع ماركة ميلكمان للحليب تعرفوها، وتصنع مواد غذائية أخرى مقرها في دمشق. مجموعة الرسالة يرأس مجلس إدارتها برهان الدين الأشقر، هو عضو في غرفة تجارة دمشق منذ أكثر من 15 عاما، بخلده بالمناصب مسؤولينا، ولديه شراكات من خلال مصانع المنتجات الغذائية مع رامي مخلوف وفق مصادر داخل إحدى الشركات التابعة لبرهان الدين الأشقر. وبتوقع أن الحكومة المصرية لم تجد صعوبة في اكتشاف أن داخل علب حليب ميلكمان مخدرات، يعني شو ممكن يصدر النظام حالياً ومعظم الأسواق السورية خالية من عشرات السلع والمواد الغذائية؟ أصلاً اليوم الكحول والمخدرات والحشيش ونبات الكيف وتهريب كل هذه السلع وتصنيعها وتهريبها إلى خارج سوريا عبر وسطاء وعرابين وتجار يؤمن القطع الأجنبي، وهو ما يحتاجه النظام بشكل شديد هذه الفترة.